ولذلك فرض الله في هذا اليوم فرضا فائقا على بقية الفرائض. يوم الجمعة مفروض صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أفرض الفرائض الصلاتية، أفرض الصلوات وأشدها مطالبة صلاة الجمعة يا إنسان. وقد جاءت الأحاديث المنذرة لتاريخها خصوصا المصر ثلاث مرات، وقد جاءت أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد وغيرها يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متوالية من غير عذر، في رواية من غير ضرورة، في رواية تهاونا، ختم الله على قلبه منافق، في رواية طبع الله على قلبه. فالإنسان فرض صلاة الجمعة لها شأنها، أفرض الصلوات، فهذا يوم فيه صلاة مفروضة فوق الصلوات، كلها فروض لكن هي أعظم إلى آخره.